بتشير طبعا لنواب الحزب الوطني وقياداته اللي طبعًا عادت ورشحت طبعًا نفسها طبعًا. لكن انا عايز اسالك هنا، حضرتك لن تقاطع العمليه الانتخابيه، ستدعموا مرشحين في احزاب اخرى، هتحاولوا توصلهم للبرلمان، وشايفه ان ده جزء من مواجهه عوده الفاسدين زي ما حضرتك اطلقتي عليهم، يبقى ايه اللي حضرتك عملتيه هنا كحزب غير انك حرمتي كوادرك من المشاركه باشخاصهم ومن ممارسه فرصه ان هم نفسهم كان ممكن يوصلوا لهذا المقعد في البرلمان؟ انا عايزه بس اقول حاجه، يعني حاجه مهمه جدا فضل. انه لما اتكلم على انه الاحزاب السياسيه الحقيقه تم اغلاق المجال السياسي قدامها، واحنا بنتكلم بقالنا سنه انه القوانين اللي محطوطه سواء كان قانون التظاهر اللي هو لم يمس الإرهاب إطلاقا، هو مس كل الأشكال الأعمال الجماهيرية الاحتجاجية، إنه قانون الانتخابات اللي هو فتح الباب لإنه الصراع يبقى صراع مالي وصراع قبلي مش صراع سياسي، إن كل اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت والمواجهات والعنف الشديد جدا اللي بيمارس ضد اللي اخره كانت حادثة شيماء الصباغ اللي هو موضوع أثر فينا كلنا لأنه كان في مواجهة حزب سياسي صديق. هل القرار كان قرار عاطفي تأثرا باللي حصل؟ لا، ما هوش فقط قرار عاطفي، طبعا في جزء كان غضب حصل ومطالبات، أنا في رأيي مشروعة تماما إن احنا نطالب بمحاسبة كل من هو مسؤول عن التوجه ده، مش بالضرورة لأن البندقية اللي ضربت الرصاصة وراها قرارات سياسية. احنا عايزين نشوف جدية من أجهزة الدولة، عايزين نشوف جدية من الحكومة، وبالتالي عشان نقول احنا جزء من هذه العملية وبنباركها وشايفين إن هي نزيهة والأرض متساوية ما بيننا، لا مش حقيقي، ما هياش الأرض غير متساوية، في دعم لأطراف وفي يعني تضييق على أطراف أخرى، وبالتالي دي عملية الحقيقة من أول لحظة هي عملية أنفير، ما هياش عادلة الحقيقة. هذه النقطة إحنا مش هنبقى جزء من هذه العملية العادلة لأنها مش هتوصل لنتيجة صحيحة.